من القاهرة والناس نشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز عناوينها. تأمين الكنائس في اجتماع الرئيس. احتفالات المصريين برأس السنة في حماية الجيش والشرطة. الاثنين أجازة رسمية للبنوك. عصابة دولية جمعت 18 مليون جنيه من المصريين بالخارج. وإليكم تفاصيل النشرة. تأمين الكنائس في الاتحادية. فقد استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع وزاري مصغر مع مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين، استعرضوا الإجراءات التي تتخذها الحكومة والجهات المعنية استعدادا لاحتفالات رأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد المجيد، والتي تشمل زيادة تأمين المنشآت الحيوية والكنائس بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين. وعلى جانب آخر، عرض وزير الخارجية سامح شكري على الرئيس نتائج زيارته الأخيرة لأثيوبيا ولقائه مع رئيس الوزراء الأثيوبي بهدف التباحث حول مسار مفاوضات سد النهضة، فيما شدد الرئيس على التواصل مع الأطراف المعنية من أجل التوافق على الخطوات القادمة في إطار اتفاق إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم. احتفالات عيد الميلاد في حماية القوات المسلحة والشرطة. فقد بدأت قوات الأمن المركزي والعمليات الخاصة انتشارها في شوارع وأحياء مصر لتأمين احتفالات المصريين برأس السنة وعيد الميلاد المجيد. ووجه اللواء مجدي عبد الغفار وزير الخارجية برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى، مشددا على ضرورة التواجد الأمني لتأمين أماكن الاحتفالات والمنشآت ودور العبادة المسيحية وتمشيط محيط كل الكنائس بشكل متواصل. وكان المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي قد نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على تويتر يظهر فيه انتشار دوريات الجيش والشرطة المدنية في كافة ميادين وربوع مصر لتأمين احتفالات عيد الميلاد. أي محاولة للعبث بالرباط القوي بين المسلمين والمسيحيين ستنتهي بالفشل. هذا ما أكده قداسة البابا تودروس الثاني خلال استقباله الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والوفد المرافق له، والذي حرص على تقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد في الكاتدرائية. وقال البابا لشيخ الأزهر: فرحتنا تكتمل بتهنئتكم، وهذه المحبة هي صمام أمان قوي ورسالة لكل العالم وللشعب المصري تدل على مدى الروح الطيبة وعمق علاقاتنا المستمرة عبر قرون طويلة. فيما أكد الطيب أن مشاعر المحبة التي تجمع أبناء الشعب المصري مسلمين ومسيحيين تشكل تجسيدا حقيقيا لقيم التسامح والحوار والتعايش والصفح التي حملها سيدنا محمد والسيد المسيح. كل سنة بنكية وأنتم بخير. فقد قرر البنك المركزي تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الاثنين الموافق للأول من يناير بمناسبة انتهاء السنة المالية لمعظم البنوك في 31 من ديسمبر 2017، على أن يتم استئناف العمل بالبنوك يوم الثلاثاء 2 من يناير 2018. السياحة المصرية تستعيد عافيتها. فقد قالت صحيفة نيكسوتورا الإسبانية إن السياحة الدولية بدأت تعود بكثافة لمصر مرة أخرى، وهو ما تؤكده نسبة ارتفاع حركة السياحة منذ بداية 2017 حتى نوفمبر الماضي، مشيدة بدور الحكومة في تعزيز السياحة من خلال العديد من الخطوات الإيجابية التي تتخذها في تعزيز معالمها السياحية بقوة أكبر، مشيرة إلى أن الإقامة الليلية للأسبان ارتفعت بنسبة 225%، وهو ما يعد قفزة مذهلة في نسبة توافد السياح الإسبان على مصر في الفترات الأخيرة. وبحسب الصحيفة، ازدادت أيضا نسبة تدفق الألمان لمصر بسبب أسعارها التنافسية ومناخها الجيد. تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد عناصر تشكيل عصابي تخصص في تجميع مدخرات العاملين بالخارج واستبدالها بالعملة المحلية خارج السوق المصرفية، حيث وردت معلومات مفادها أن شخصا يحمل جنسية عربية صاحب مصنع ومقيم بالخارج يجمع مدخرات المصريين العاملين بالدول العربية بالتعاون مع اثنين آخرين، أحدهما في مرسى مطروح والثاني في الإسكندرية، لاستبدالها بالعملة المحلية وصرفها وتسليمها لذوي العاملين بالخارج عن طريق حوالات بنكية وبريدية
مقابل عمولة مالية. وتبين أن حجم تعاملاتهم بالبنوك بلغت 18 مليون جنيه مصري. إلى هنا مشاهدينا تنتهي هذه النشرة، نلتقي في مواعيد إخبارية قادمة بإذن الله.